قد ينظر إليها بأنها رقعة متروكة من أرض بغداد العاصمة، إلا إنها منطقة سكنية وزعت قبل أكثر من 30 عام دون أن توزع الخدمات فيها. فخلفي الآن طريق وصول لمدرسة ابتدائية أعمدته آيلة للسقوط وأسلاكه الكهربائية تسعق الطلبة في كل موسم أمطار. حين الدخول إليها من أول مرة يخيل للناظر بأنها أرض عشوائية خارج محيط العاصمة بغداد، أو أنها زراعية غير رسمية، لكن الواقع غير ذلك. فمنطقة كويريش أو حي السلام هي من المناطق القريبة عن مركز العاصمة بغداد. بالنسبة لهذه المنطقة، منطقة مهمولة، ما فيها أي خدمات، ما فيها يعني مهمولة من المجاري، مهمولة من التبليط، مهمولة من المدارس. يعني انظر، مدرسة منطقة متكاملة من بناء، وهذا تعداد سكاني المدرسة مالتها كرفانات. تجي على الكرفان تلقى بيه 70 طالب، يعني الرحلة بيها 4-5، الرحلة الوحدة بيها 4-5، وهاي شوفت عينك كرفانات. خدمات ماكو، لا مي، لا كهرباء، لا مجاري، لا يعني. وإحنا أقرب شيء على بغداد. مناطق كثيرة شملت بموازنة العام الحالي إلا منطقة كويريش، وهي على حد قول سكانها من المناطق ذات الأولوية بسبب قدمها وتكاملها السكاني، غير أنها تفتقر لأدنى مقومات العيش. ما شملنا ضمن الموازنة، شملت باقي الأطراف بغداد، حسينية، حسينية، أبو غريب، صابيات، غيرها، كلهم شملت بس إلا إحنا. الجهات الرقابية على أداء المؤسسات الحكومية يعزون الأمر إلى عدم وجود ميزانية مالية وسوء التخطيط والتدبير من جهة أخرى، داعين إلى ضرورة حث الخطى لتوفير الخدمات لسكنة العاصمة بغداد. نعم، هنالك تركة في هذا التنفيذ، قسم منها يعتمد على عدم وجود موازنة سنة 2020، وقسم منها تأخر صرف الاستحقاقات المالية للمحافظات ووصولها، كذلك أيضا يعتمد على سوء التخطيط وعدم النجاح في قيادة المحافظة بالاتجاه الصحيح الذي يمكن فيه أن تتوزع هذه الموارد وهذه المشاريع. مدارس كرفانية، شوارع غير معبدة، أعمدة كهرباء آيلة للسقوط، وأسلاك بمستوى المارة، حينما تراها تعرف بأنك في منطقة كويريش المنكوبة. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.